تعالوا نعمل هالكوكيز الصحية بمكونين فقط، فيكن تجربوا تعملوها لأطفالكن أو للناس اللي عاملة دايت أو حتى أي حدا بيهتم بصحته. رح نحتاج كاسة شوفان وتفاحة بس. أنا رح ضيف لإضافة قيمة غذائية أكتر زبيب وجوز، ممكن أنه ما تضيفوهن وممكن تستبدلون بأي أنواع فواكه مجففة مثل التمر مثلاً، أو فيكن تستبدلوا أي نوع مكسرات أنتو بتحبوه، لوز، بندق، هذا الشي بيرجع لرغبتكن. هلأ بدي كسر الجوز لقطع ناعمة شوي مشان ضيفها على الخليط. بحط الجوز فوق الشوفان، وبعدين بدي أقطع التفاحة تبعي. رح شيل منها أول شي البذر وبعدين رح أقشرها، فيكن إنه ما تقشروها وهذا الشي أفضل كقيمة غذائية، هذا الشي بيرجع لرغبتكن. بعد ما شلت البذر وقشرتها رح أقطعها لمكعبات صغيرة مشان سهل على حالي طحنها. بعدين بحط التفاح بالزبدية وبحط عليهم عصرة ليمون بس لحتى يحافظوا على لونهم وما يسودوا. بعدين بطحنهم بهاند بلندر أو محضرة طعام يلي متوفر عندكم، ما بتفرق. بنزل التفاح على الخليط اللي عندي تبع الشوفان وبعجنهم، وصحيح بدنا نضيف كمان معلقتين زيت نباتي سواء زيت زيتون أو زيت ذرة، مثلا أنا استخدمت زيت الذرة أو أي نوع زيت تاني بتفضلوا. بهالمرحلة كمان فيكن تضيفوا معلقة عسل إذا بدكن ياها تكون حلوة. أنا اكتفيت بحلاوة الزبيب والتفاح، ما ضفت عسل. هلأ بضل بعجنها لحتى تصير عندي بهالشكل عجينة متماسكة مشان أعرف شكلها على شكل كوكيز. رح أجيب صينية الخبز ورح أحط عليها ورق زبدة، ورح فرجيكن طريقتين للتشكيل، اختاروا الطريقة اللي بتناسبكن. أول طريقة هي أني أخذ شقفة من العجينة وكورها بإيدي، وبحاول أني أخلي شكلها دائري منتظم. بس هيك بكل بساطة. الطريقة الثانية شكلها أرتب شوي، فيكن تلاقوا أي قطعة متوفرة عندكن بشكل دائري أو أي شكل تاني وتحطوا فيها قطعة العجين وتعملوها هيك بإيدكن أو بظهر معلقة بحيث إنه سطحها يصير متساوي. وبس هيك رح كمل باقي الكمية عندي، طلعوا 8 قطع. شويتهم بفرن حامي من فوق ومن تحت لصار لونهم ذهبي حلو، وبس يبردوا حطيتهم بالصحن ورح أقطعلكن واحدة فرجيكن قلبها كيف من جوا. بتكون هي مقرمشة من برا ومن جوا طرية شوي، لذيذة وصحية، جربوها وإن شاء الله بتعجبكم.